برحب بحضراتكم مرة تانية. خليني كده أروح مع حضراتكم لتاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي اللي اتقابلوا في مناسبات كتير جدا، لحد ما أصبح الوداد أكتر الفرق المغربية اللي واجهت طبعا النادي الأهلي نادي القرن والبطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا. زي ما قلت لحضراتكم أبرز أرقام مواجهات الأهلي مع الوداد المغربي، إن مواجهة النهاردة بين الأهلي والوداد هي رقم 10 بعد ما قبل كده اتلعبوا أو التقوا الفريقين في 9 مواجهات، وجت كل مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي قدر أنه يحقق الفوز في 3 مباريات وكان التعادل حاضر في 4 مباريات، ولكن خسر النادي الأهلي في مباراتين بس. مباراة واحدة انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين من أصل 4 تعادلات، وانتهت مباراة بنتيجة 3-3 ومواجهتين كانوا نتيجة 1-1. لعيبة النادي الأهلي نجحوا في أن هم يزوروا شباك الوداد المغربي في 10 مناسبات، وكان عماد متعب طبعا مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الفريق في شباك الوداد، وكان طبعا علي معلول ظهير أيسر الفريق صاحب آخر الأهداف في مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي. مؤمن زكريا بيعتبر هداف الأهلي في مواجهات الوداد بعد ما تمكن من تسجيل هدفين لجانب 8 لعيبة من الأهلي سجلوا في مرمى الوداد.